ومن البرلمان ينضم معنا مراسل التغيير محمد فراس، أهلا ومرحبا بك محمد. وما هي أهم مجريات الجلسة الاعتيادية لهذا اليوم داخل البرلمان؟ نعم، كان من المفترض أن تعقد الجلسة في تمام الساعة 11 صباحا، لكن بسبب الاجتماعين اللذان عقدا داخل المجلس داخل بناية المجلس أخرت من انعقاد الجلسة إلى غاية الآن، والاجتماعات أيضا إلى الآن مستمرة. الاجتماع الأول كان لحاكم الزامدي واستضافة لجنة التحقيق المكلفة بالتقصي والتحقيق بخصوص حادثة أربيل التي حدثت قبل فترة من الآن، القصف الصاروخي. هذا الاجتماع والتباحث للخروج بنتائج محددة، ومن ثم سيعلن موقف مجلس النواب منها بعد انتهاء هذه الاستضافة. آخر وهو ما يعنى بالمادة القانونية التي ستقرأ اليوم المتضمنة في جدول الأعمال، وهي الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي قرأ قراءة أولى في جلسة السبت الماضية. نعم. الاجتماع مستمر بحضور اللجنة القانونية بأعضائها كافة. تم النقاش لكن بصورة سرية بعيدة عن وسائل الإعلام، لأنها نقاشات تداولية، هنالك نقاط تعدل، هنالك نقاط تضاف. بالتالي إلى الآن القانون لم ينضج نضجا كاملا حتى يعلن على وسائل الإعلام، فقط مناقشات، ومن ثم سيعرض داخل قبة البرلمان في القاعة الكبرى مع بدء الجلسة، وسيتم قراءته قراءة ثانية. وهنالك أيضا اعتراضات على هذا القانون، وستكون هنالك أيضا مداخلات من عدد من النواب. هذا القانون الذي رفع من الحكومة العراقية في 8 من شهر آذار الشهر الحالي في جلسة مجلس الوزراء، والذي تم التصويت عليه بعد الأزمة المالية الخانقة التي أصابت السوق العراقي وارتفاع الأسعار الكبير الذي يعني أحدث أزمة للعائلة العراقية الفقيرة المتعففة. نعم. هذا القانون الذي صوت عليه في مجلس الوزراء ورفع على مجلس النواب والمختص لدعم العوائل الفقيرة والمتعففة وإسنادها، ويتيح للحكومة العراقية سرعة التصرف مع أي طارئ يحدث، مع أي أزمة مالية تحدث في المستقبل القريب. كما ذكرت أن هنالك اعتراضات ستكون للنواب المعترضين مداخلات في جلسة هذا اليوم، والجدول الأعمال فيه مادة قانونية واحدة والتي ذكرتها وكنت أتحدث عنها لا غير. في هذه المادة القانونية 10 مواد سيتم قراءتها أيضا مع بدء الجلسة، وأيضا ستكون فقط للقراءة والمناقشة والمداخلات، وسيكون بعدها جلسة مخصصة للتصويت في حال كان هنالك تصويت على هذه المادة بالقبول أو الرفض. إلى الآن الجلسة لم تعقد، ننتظر انعقادها، لم تؤجل، لم ترفع، هي معلقة فقط حتى أجراس مجلس النواب. إلى الآن لم تقرأ إذانا أو لدخول أعضاء مجلس النواب إلى القاعة الكبرى. نعم. طب محمد، يعني هناك ترقب حول جلسة يوم الأربعاء المقبل، فهل هناك أي توقعات حول مآلها؟ نعم، تحدثنا مع النائب أحمد الربيعي قبل قليل. نعم. وتحدث أيضا لقناة التغيير بأن المواقف إلى الآن ذاتها كما هي عليه في جلسة يوم السبت. المقاطعون هم إلى الآن مقاطعون، وننتظر ما ستحدثه الساعات القريبة القادمة. هنالك يوم الثلاثاء فقط يفصل بين اليوم وموعد الجلسة القادمة والمخصصة لاختيار رئيس الجمهورية. إلى الآن لا توجد هنالك تقارب لوجهات النظر، ذات المواقف المعلنة يوم السبت هي كما هي عليه في هذا اليوم. وأيضا أكد النائب لقناة التغيير بتصريح خاص بأن الأمور متوقفة على مدى الاتفاق والتوافق السياسي بين الكتل السياسية، وستتبين المواقف أيضا إما يوم غد أو يوم الأربعاء مع اقتراب موعد بدء الجلسة النيابية المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية. وأيضا أكد وأذكر بأن الموقف معتمد على الاتفاق السياسي وعلى مدى التجاذبات السياسية بين الكتل السياسية، سواء كانت المقاطعة للجلسة أو التي شاركت في الجلسة الاعتيادية اليوم السبت الماضي. نعم، من البرلمان محمد فراس، شكرا جزيلا.